يا حمدي عندك ذكريات كبيره مع محمود. محمود خويا بهيش عاد الحمد لله الحاج البيل واحد كي يخرج من كي خرجت من صفاقس قعدت خليت محبه العبيد هيك الفايده معناها هذي خويا تبارك الله عليه اليوم عمل ماتش كبير ربي معاه وكاو خيين كل الحاج البيل واحد كيما نقولوا طوف الكره في تيران كل واحد يحارب على جمعيته وفيت البارتي ذولي نرجعوا خيين الناس كل لازم تقول محمود على السيد حمدي الويد ذكريات كبيره مع بعضكم في سيسيس اخوات اخويا ذاك خويا الكبير وحمدي معناتها عطاه برشا للنادي الصفاقسي حتى معناتها تشوفوا اليوم الناس كل تصفق عليه خلى معناتها سيره طيبه خلاها في النادي ربي معاه تو يخدم على روحه ونخدم على روحي ربي معاه وربي يوفقه وربي يوفقني ان شاء الله.